كويز. ما غير برشا تقمية ما يمنى باش عطيك مجموعة من الأسئلة جاوبني بكلمة ما غير برشا متخمم برشا. شكون أحسن لاعب تونسي تو؟ تو 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 ما نخممش برشا. أي ما تخممش برشا. قاعد تخمم ديجا أنت. برا نقولوا أمين بنور. أحسن لاعب في تاريخ تونس. أحسن لاعب في تاريخ تونس حمام. لاعب في البطولة في تونس شوفوا قادر ينجح في أوروبا. الجزيري. شكون أقرب لاعب ليك؟ كلهم أي واحد سميني مسيرش توا. شكون تحب بيت أنت وإيه استاجيت مثلا؟ وسيم. هلال. أحسن مدرب تونسي. أوكي شوف اللي ترينيت عندهم الكل باهيين معناها بالحق. عندك سي حافظ برشا دبلوماسي. لا والله لا صحيح ناخذ حافظ الزوابي نجيب زاده. مدرب عنده فضل على أيمن حماد. حافظ هو طلعك. أنا قلت لك خليني نلعب على راحتي. ماتش ما تنساش. ماتش برشا هما. نقولوا ماتش كونتر اسبانيا 2008. بونتو ما تنساش. بونتو برشا هكا ما تنشمش. ما تفكرش بونتو ما تنساش. قعدت في بالك اي واحد بالك ما نساش من البرشا هذا. نعرف مئات البونتوات مش الاف. كونتر الم علاش؟ في الماتش اللي ربحناه هذاك ولا لا؟ لا خسرنا. اما وقت اول شامبيونا دي موند والحق معناها كيفاه البونتو؟ تير كيما نحباني معناها. احلى بونتو مزيان سجلته هذاك ولا لا؟ فما 9 متر معناها صعيبة تبدا 9 متر باش تماركاها برشا 9 متروات. اما فما 9 متر وقت كونتر البوسنة في تورنوا في البوسنة. أقوى جمهور ترش. شكون أحسن لاعب في العالم؟ يعني عجبني باليتش. أحسن مدرب في العالم؟ توا داتشي بايف.